يضحون بوقتهم وصحتهم وسعادتهم من أجل الآخرين. هم من يتواجد في جميع المناسبات والأعياد لخدمة وسلامة الآخرين: الطبيب، الممرض، شرط المرور، والخباز. هؤلاء هم جنود مجهولون يقفون إلى جانب أبطال الجيش كل من منبره. فالشرطي يسعى جاهداً تحت حر الشمس بتواجده 24 ساعة لضمان السلامة المرورية في ازدحام الأعياد. نحن في وزارة الداخلية بشكل عام وفي فرع المرور بشكل خاص نستنفر طيلة أيام فترة العيد، متواجدين على مدار الساعة ضباطاً وعناصر، متواجدين في الشوارع، متواجدين في كافة القطاعات للحرص على سلامة الأخوة المواطنين وللحرص على مرور آمن وسلامة مرورية في جميع طرقات محافظة مدينة دمشق. إن شاء الله كل سنة سالمين، وهي نحن العيد 53 بقضي بالشارع لخدمة المواطن وحماية الأطفال أثناء فترة العيد. إن شاء الله كلهم بخير، وتعودنا على هالوضع، صار مثل يعني بحس بالعكس. وقت ما داوم بالعيد بحس يعني مسؤولية، قصرت بالمسؤولية تجاه وطني وبلدي وشعبي. بحب عايدكم وعايد شعبنا بشكل عام، وإن شاء الله هاي السنة تكون سنة خير على هالبلد، لأن سوريا بيلبق لها الفرح. وبتمنى من المواطنين التقيد بالتعليمات، التقيد بقوانين السير، يساعدونا لنقدر نحن نساعدهم كمان. ومن الطرقات إلى غرفة الطبيب هنا، حيث لا يتوانى للحظة عن أداء واجبه تجاه مرضاه، وبجانبه الممرض، حيث يقضيان أيام العيد بين أوجاع الناس ليسكنا الآلام. 24 ساعة نحن هون كامل أيام العيد. كل عام وانتم بخير جميعا. بشكل عام نحن الدكاترة ما عندنا عطلة، يعني فمنقسم المناوبات بين بعض، ودائما يعني في دوام حتى بالأعياد. كل عام وانتم بخير. كافة الجاهزية يعني لاستقبال أي حالة مرض، وإن شاء الله ما منقصر مع حدا، وكل عام وانتم بألف خير يعني. غير آبهم بحرارة الطقس التي تزداد في هذا المكان من أمام بيت النار يصنع خبزة الأعياد للناس بعيدا عن أسرته. نحن هون بدنا نطلع قاعدين على خدمة المواطن 24 على 24، مثل ما انك شايفة عمالنا كلها تحت الجاهزية بإذن الله. عرفت لي كيف؟ وإن شاء الله كل عام وانتم بخير. بقلب محب وروح معطاء يقدم كل منهم واجبه على أكمل وجه لتثمر شجرة السعادة في وطن لم يعرف أبناؤه إلا الخير.